الحزان سيرة مدون وأنا يوم بيوم تبقى حكاية وتبقى رواية في ضشواك أحلام حاجة. يا حاجة شنو يا عم نصر الدين؟ المرة دي فتحت ظرفة الباب، جيت افتح الظرفة الثانية لقيتها دخلت وقفت هنا. خلاص يا عم نصر الدين انت امش وانا بشوف الموضوع شنو. ها امش امش يا حجة. حجة في شنو يا أستاذة صفاء؟ أنا ذاتي ما عارفة الحجة دي، أظنها ما بتسمع. احتمال سماعة تقيل. يا حجة أنت منو؟ ست البنات. كتابتك زي ما شيك يا ست البنات، دقاقة وسريع. تمهلي في كتابتك وتأني في خطوات مشيك، الخط بيوضح ودربك بيبين. انت مالك تستعجلي كده ليه يا ست البنات؟ الساكيك شنو؟ الناس تعاين فينا ساي تصور وشيها. ما تخافي يا ست البنات، بكره الناس تعاين فيك وتقول ديك ست البنات اللي بتعرف اكثر من غيرها. اكتبي ثاني يا ست البنات وعليك الله بالراحه بالراحه. في شيء يا جماعه كده ما عندي منه كده يا اخواننا. دقيقه بطل الجوطه دي وخلونا نفهم حاجه. طيب يا ست البنات، عندك زول هنا في الجامعه جايه وزياره؟ طيب بيتكم وين؟ في رفاعة. معقوله يعني انت هسه جايه من رفاعة؟ عمي. ايوه انت زادك ماشي الخرطوم؟ هاي انا ماشي الخرطوم. وعمي بقى بكر المدرسه البناها خلاها وماشي الخرطوم؟ لا 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 لا، المدرسه قاعده موجوده.
لكن مش الخرطوم، هي الخرطوم شين فيها؟ أيوة، لما تكبري إن شاء الله هتمشي الخرطوم وتشوفي فيها شنو. تاني صرحت يا أستاذة، ومرات تسمعنا ومرات لا. دي مسؤولية كبيرة يا ريم، خلينا نشوف البوليس. خليني يا أستاذة، أنا بحاول معاها، ولو ما قدرت أنت تصرفي. طيب يا خالة ست البنات، أنت جيتي من رفاعة براك؟ كويس، أهلك وين؟ وجه معك منو؟ وقت البيت مرقت منه الروح قمنا مرقنا. يلا رح يا أمي. يلا كده يا حبوب عشان اقفل الباب. ماشي وين يا امه؟ ماشي اودع البيت ده. انتي ماشي وين؟ يلا شوف. إلا قبل روح وتطلع أنا بين خنقوه بالطوق وبالا وادعو. يخنقوه وتوادعيه؟ هو ده منو ده يا خالة؟ أنا ما فهم حاجة. البيت الكبير يدي حافظات حيطان وشبابيك وأبوابه. لكن يا سعاد، ما خير الجوطة دي من جلس السكات ده؟ وصلنا ما بنسمع فيها إلا صوت الهواء. البيت اللي كانت اوضه مليانه بالضحك والونس والناس الكتار، هذا له زي العمر اللي بتسرسب مني وشيخ. ما طولت القعاد يا سليمان، ولا دار تتأكدي من سباحتك؟ الناس منتظراك. رجلي ما شايلتني يمه، ما غير المرقة من درك حركة دي. يا وحال الدنيا يا بنيتي، تلم وتفرق وتفرق وتلم، ولو ما القسمة أمك ما كانت مرقت من دار أبوها. يلا قومي قومي علي الناس، قشي دمعاتك ديل وشيلي نسابتك فوق راسك، تعلي مقام امك الربتك كمان وكمان. لو يتمسح صورتك من المرايه لسه
موجودة في بالي. شافعة بتلعبي وصبية بتجري وعروس حساب. ست البنات، ست البنات، ست البنات، هك أجري لي العقد ده. هيا هيا الهادي، العقد ده ما قريته 60 مرة. عارف بس أجري. سامح. يلتزم الطرف الأول إدارة المحالية العمومية، والطرف الثاني عبد الهادي عبد القادر السيد. اسمي مكتوب في ورق الحكومة بقى يا ست البنات. أيوة أنا عبد الهادي ده عندي عقد مع حكومة السودان. الله يرحمك يا الهادي، تقاسمناها سوا حلوها ومرة. إلا مشيت بدري خليتني براي، لكن العمر ما أفضل فوق بقية قريب بالحق. وقبال ما البيت اتكتم نفسه وعشان ما عندي لي قدام كتير رجحت لي ورا شديد. يا أمي الشنطة دي ما قاعد تفتحيها إلا لما تكسى عليك الدنيا شديد. قسى قسى أكتر من قفلة بيت، ما تقفل بابه خلوني فيه. يا أمي أنا إحنا الموضوع ده اتكلمنا فيه كتير وعفشنا ولمينا. يلا تعالي تعالي يا أمي. يا حاجة كده يلا نمشي الكافتيريا اشربي لك حبة موية وزاتة نكون قعدنا في ضل. ضل؟ ما انا قاعدة في ضل. ضلموني يا خالة. يا خالة بابك البدري قراك؟ دقيقة 1907 1917 قراني قراه وضقت طعم حروفه من حروفي. لما شفته هو مارق قلت لابد انه يجي يوم وامشي فيه اتره. هيا خالة. وجيت في أدره وسألته. لو سمحت يا جنى. عليكم السلام. مرحب. أهلا. مرحب كيف حالك؟ تفضلي. مرحب. تعرف ليه بابك البدري راقد وين؟ ما قالوا لك راقد فيها المستشفى؟ بابك البدري رقد رقدته الأخيرة الله يرحمه. يعني أنت يا حجة بتفتشي في بيت عزا؟ وعزاه كمان انقضى بدري شديد. أنت يا جنى
ما بتعرف بابكر بدري؟ انت لكن قالوا ليك انت يا حاجه قصه بابكر بدري سيد اللي بزعاته. انا ما تلخبطت كثير من الناس بيسموا اللي ده تيمنا بيو يتيمنوا ويتمنوا غامته. انا فاتح دكاني ده ندر زول اذا نسوا ولا بس وريني الطريق. اقول لك في الاحفاد عيني شفت الدرب ده؟ الدرب ده عيني امشي عديل بهي جاي كده بتلقي لك زلط. دقيقة دقيقة يا خالة. طيب انت قبل الزول سألتيه ده كنت وين؟ في البيت طبعا. البيت في رفاعة؟ طبعا ما ممكن تكوني جيتي من الصباح بدري كده. من بيت سعاد. سعاد دي منو كمان؟ بنتي. يا أمي من امبارح وانتي ساكتة. يا أمي جه الزمن المفروض انتي ترتاحي فيه وبعد ده. يا أمي بيتي يا هو بيتك والجيران شوارع رفاعة وريحتها تاني أشم ماوي. انتي يا أمي المرقة على الجيران بقى صعب عليك. مالي كسرتها وكان جلست بتكسرتها جاراتي بيفقدني ما بخلني. بكرة يا أمي بتتعود على الجيران إن شاء الله. بكرة عمرنا ده ما فضل فيه ولا قدام ما فضل لنا غير نتكي ونخط راسنا ونتذكر. يا أمي انت تكوني تعبانة من السفر ويكون تعب السفر ده ليه هسه ما طلع من جسمك. قومي ارتاحي. الله يرضى عليك يا أمي قومي ارتاحي. قبل تعب السفر يكمل مرقته كنت قبل ما العمر يكمل أزور الدانة من عمره وديه الفاتحة. لكن يا خالة شايلة ليه قدر ده وهو ما قرك شخصيا؟ أي لكن يا بنيتي مدانا الكثير فتح المدارس وفرق الزمن من قبله ولا بعده كثير. اسمعني يا عبد القادر يا اخوي الشيء اللي بنعرفه انه البيت من بيت ابوها لبيت راجلها ومن بيت راجلها لقبورها. شنو يعني الجد جديد لما انت عايز تسوق بنت اخوك وتوديها المدرسه هو بابكر ذاته فات وخلاها؟ اولا بنت اخوي يا حبيبتي وانا داير لها الخير وبراك عارف البنات القرن ما زي البنات الماقرن في فرق في الفهم وبابكر ما قفل المدرسة وفات خلاها. المدرسة فاتحة والمدرسات قاعدات والبنات قاعدات ما تضيع الفرصة على البد وباكر تندم عليها. هاي يا بنيتي ومن بدري شق بيع عمي عبد القادر الطريق للمدرسة. صحيح ما تقدمنا كثير حسب ظروف الزمن ده لكن نور العلم زي اللوضة المضوية جوا بيت مضلم ودان الوعي والفهم لما كبرنا. البيت لود عمها يا ست البنات. ولو البيت عندها راي؟ البيت راي السكاك حتى لو عرفت تتكلم وترد تقول قسمة ونصيب. ود عمك هو قسمتك ونصيبك. ديراني امرق لي ود عمي عبد القادر وعيني مكسوره ويقولوا ست البنات تنت راي ابوها. ست البنات ما بتكسر عين ابوها ولا بتتني له كلمه والقسمه ينبقت لود عمي
ذاته ما داير لها مشوره، تبقى قسمه وبقت. والهادي انا بقبله، ما عشان ود عمي، عشان طيب. والله يا ست البنات، القرايه علمتك الفصاحه واللداحه. لا لا يا ابوي، علمتني قول الصراحه. منطق والله يا خالد. ده كله من نوره الخلى كلامنا بعد السكات، وايدينا ايدينا بعد ما كانت بتغسل وتمسح وتكنس بقت حريفه تكتب وتخيط وتطرز. كده باش كاتب، باش كاتب عديل. ولا اقول لك رئيس عموديه، رئيس عموديه. ايوه. لا 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 لا، انا كده مفتش انجليزي. تسلم ايدك يا ست البنات، دايما مطول رقبتي بين الرجال. أن نمرق على الرجال دي نقابله في الإنجليز ويمكن أقدمونا عليهم عشان ننجمهم. شفت كيف يا بنيتي؟ كان عاجبني القميص، القميص اللي فصلته للهادي بيديني ديل، وكنت يلبسه كده يا يمه ويقدل بيه في الأفراح والأطراح. أها، والحساب، الحساب اللي تعلمنا في مدرسة رفاعة، علمنا نحسب أيامنا ونعمل من الزمن حسابنا، وكمان يا بنيتي ندي المشهورة. أسمعني يا الهادي، الظروف ما معروفة، شغلك في المحلج مغطي والحمد لله، لكن الأولاد بيكبروا واحتياجاتهم بتزيد. أنا شايفة يا الهادي شغلانة المحلج دي لا فيها ترقية لا زيادة مرتب، والإنجليزي يا أخوي ما مضمونين، يا رفضونا يا زادونا ضرائب. عشان كده يا أخوي أنا بخيط ليك وإنت تبيع وكمان تودي المحلج، وكان عجبهم بفصل لهم. قصدك شنو؟ يعني عايز تشتغلي معنا في المحلج؟ لا لا لا، أنا بخيط لك وأطرز لك وأنت تبيع. والخير فتح ما من خيره، والنعمة اللي كبرت بيتنا من بعض الله ما من جمايل. والله يا خالة أنا تمريت لما صدقت، ده كله من دروس أولية. طيب نحن نقول شنو؟ وأنت شايلة له الجميل ده كله، برضه نقول شنو؟ الله، بابكر بدري الرفع رفاعة على رفعتها، بقى نفتش محل ما يمشي يفتح مدرسة ويطورها، دنقلة الفاشر اللبيض. لكن يا بنيتي أتروا الأول في رفاعة، لو العمر فيه سنين والجسم يقدر يشيل، الله كان يا بنيتي لفيت معاهم حل ما لفة. انت يا خالة انا ليه هسي ما سألتك؟ انت ليه جيتي هسي بالتحديد؟ كنت بعيدة وانشغلت، شغلوني الاولاد لغاية ما ربيتهم وعلمتهم وكبرتهم، كل واحد فرز عيشته. اها، فضل لي الهادي، فضلت مع الهادي لغاية ما سيد الوداع شال وداعته. الله يرحمك يا الهادي. عندك كم من الأولاد يا خالة؟ الحمد لله عندي ثلاثة بنات وولد وأحفاد، أكبر واحدة فيهم سعادة اللي أنا قاعدة معاها دي هسا.
اها كلامك سمعته كله يا سعاد. اسمعيني سمح، المرة لو من مشكلة صغيرة بتخرب بيتها ما كان عمر بيت ولا كبرت أسر. يا أمي أنت علمتينا على قول الحق، وكل اللي أنا عملته قلت لمصطفى رأيي. وعلمتك كمان الصبر وطولة البال. لو مصطفى يا بنتي فتح ليك الباب وقال ليك مرقي كان نقول، وزي ما خطيتي قولك أقبلي قوله. الناس بيختلفوا لكن بيقعدوا مع بعض يسووا خلافاتهم. اسمعيني سامح يا سعاد، بيتي ليلك ده هنا وبكره من الصباح علي بيتراجلك طوالي. طلعتي لي من وين انت يا حاجه؟ من ضراه، من ضرا بابك البدري ده وقف ثابت شان نقرا، علمنا الثبات، ناقش بحجه، أغنى علمنا الكلام. ده شنو يا حاجة؟ صح أنا استمتعت معك أكتر من المحاضرات اللي فوتها، لكن كمان أولادك حيكونوا مقلقين عليك. بتعرفي ترجعي بيتنا سعاد بيتك؟ والله يا بنيتي البيت ده أنا بيت فيه ليلة واحدة، وحتى لما نجي زيارات لسعاد بنتي بيجيبوني بالعربية وبودوني بالعربية. وعرفت مكان باب كير بدري ده لأنه معلم بارز. جيتيني في الكلام، شنو المعلم الواضح جنب بيتنا السعاد؟ ما الشوارع البيت الشابه دي؟ ما بتذكر حاجة يا بنيتي. خلاص طيب يلا يا حبيبي. وبعدين يا نهال، امي حافظت علينا العمر ده كله، ان احنا يوم واحد ما قادرين نحافظ عليها؟ طيب وكد ما قادرين نحافظ عليها جبناها هنا ليه؟ بنلقاها يا امي، بنلقاها ان شاء الله. معتصم واصحابه خلوا شغلتهم ومشوا يفتشوا عليها. يفتشوا عليها وين؟ انت قايلها دي رفوع الناس بيفقدوها؟ دي ام درمان، انا اللي بعرف شوارعها شارع شارع، ممكن انا اتوفيها. انت وين يا امي؟ انت وين يا امي؟ انت وين يا بابا بكر؟ يا بابا بكر من 100 سنة سلامات من ضفتك البعيدة، رسلت رسالتك في مركب من ورق، كبرت بقت سفينة ومدينة وأططي وسعد بك الفصول، والفصول قامت لا فوق لا فوق لا فوق، والكمل بقوا ملايين من البنات، ولأنك علمتنا تعلمنا ما ننسى، فتحنا في روحنا مرسى لمركبك ترسى. اها بعد ده انا دايره امشي. خلاص يا حاجه انت استني هنا، انا امشي اشوف امجاد واجي، لانه ليله شكلها حليف كثير. والله انا عادي يا بنيتي، بعد الروح الردت فيني دي دايره امشي، وكان فترته بقول لي نمشي. وين يا حاجه؟ الجامعه دي عشان نمرق منها ده براه مشوار. خليني نملى عيوني منها واشوف البنات الكتار ديل بعد ما كنا حبه. وانا عشان اصل هنا ما مشيت كثير، انت عارفه البيت بيكون قريب من هنا. اروح مش انطط ليه هسه ما فتح لنا؟ لو قمنا في كده ونفتش عليها هي كلام شنو يا اخوان؟ حي يا ضل حي يا امي.
يا بيت اخوك كلمتيه وضربتي ليه؟ حاسه ما كنت بتكلم معه يا امي؟ حاسه الجبار ربع ساعه دي؟ ما قال ما في جديد، وقال لو حصلت حاجه بضرب يورينا. تضربي ليه ان شاء الله في الدقيقه 100 مره، 100 مره تضربي ليه. اسوي شنو يا امي؟ اسوي شنو؟ ده شنو ده؟ في شنو يا امي؟ فستان الدمورية؟ فستان الدمورية؟ اوعى امي تكون مشت رفاعة. اوعى كان تاني تعدن قدام قبره وما تشيل الفاتحة علي روحه. منو تاني اللي بيعدي قدام قبره ساكت؟ كده خلينا هسي بكرة الجامعة تفتح عشان أنا أوريهم القصص بالجد. قصص؟ يأتوا قصص؟ قصصك دي طبعاً يا حجة، إذا أنت بآخر قدرة لك فتشتي وسألتي. خلينا من إحنا في الحوش، ده موضوع تاني وأنا حتفرغ ليه. كده خلينا هسي نلقى بيتكم. شوين اخلي يمرقيني من الكلام اللي بيشيل يوضي في راسي. يا امي اجيفي اجيفي دقيقه يا امي. ما واقف قلت لك ما واقف. اخلي يمرق وحف في الشوارع دي. خليني فكيني فكيني. حبوبتك متى الى خطوتك يا بنتي؟ معليش شيلتك همي. الهم شلته يا خالة. ما هم نلقى بيتكم وبس، هم قدرتنا نحن ديل قلبي مراحلنا اللي قريناها دي كلها ما بقدرة مرة زيك. لسه قدامك كتير يا بنيتي. نحن نور علمنا كان شوية نورنا بيه مدينة، إلا أنتوا هسا نوركم كتير نوروا بيه البلد دي كلها. ولو دايرة تحسبي صح امسحي مدرسة رفاعة بتمسحي كل البنات والنسوان القرف في البلد دي. شوفي البلد دي حتميل كيف. امي امي يما يا امي يما يما عليك الله يعيف. امي يما عليك الله نرجع نرجع يما. انا ضربت لي معتصم قال حيجينا هنا. رح يا امي نرجع نرجع نلبس لنا هدوم زي الناس. ما عرفنا ان احنا حنمشي ياتو حته ولا ياتو مكان. يا امي اروح كاكي هديك عربيات معتصم. اروح يا امي اروح. هيا خالة ده رابع شارع نخش بيه وما نلقى بيتكم ده. تعبتي ولا شنو يا بنيتي؟ لا لا يا خالة أنا شايلة همك أنتي. أرح يعني هاي؟ هاي الباب ده نحن خلينا فاتح؟ أنا متأكدة قفلت الباب ده يا أمي. كي ضيقت ضيق. يا هو الهادي
طبعا عارفاه، عارفه صورته، لكن هسه بقيت اعرفه اكتر. حبوبه امي شفقتين عليك يا امي، مشيتي وين؟ خلاص بدينا الزرزره، كنت مرتاحه في بيتي، امرق وقت دايره وادخل وقت دايره. ما زرزر ولا اي حاجه يا امي، انت بتعرفي زول في البلد دي؟ خلاص الكلام ده خلي ما عاد تمشي الضيفه. اهلا بك يا بنتي، معلش والله انت ما عارفه قدر شنو احنا شفقنا وقلقنا عليها. مفهوم يا خاله سعاد، خصوصا لما يكون عندك امي استثنائيه زي ست البنات. انت معتصم وانت نهال صح؟ ياهو حتى ما وصفتهم ليك كويس. دي صاحبتي، دي ست منابي. ريم يا خالة ريم. بس وبعد ذاك عرفنا البيت. يلا يا جماعة أنا حستأذن لأنه ناس البيت حيكونوا يشفقوا علي شديد. يلا خلاص خلي معتصم ودي. لا أنا ما ساكنة بعيد، وبعدين شكلي تعودت على المشي. حشوفك تاني يا خالة. لا والله مدة في العمر بنتلاقى. والله يا بنتي لو ما انتي يعني احنا ما عارفين نعمل شنو. ده واجب يا خالة، عن إذنكم. المرة دي يا أمي ربنا قدر ولطف، المرة الجاية لما تكوني دايرة تمشي أي حتة العربية فيه ومعتصم فيه بوديك. حياتي دي أوديها وين؟ الصور ما عندها حيطان وحيطانها فاضية، مستنية تكيتي أدي عليها تساعدني على المشي في شوارع الحلة الحافظة. كده يا أمي اديني الحاجات بتاعتك دارها اللي ما عليك بحفظها لك يا أمي لغاية ما سخي لك اللبن. يا بي مالكم امبارح جايه متاخره وهسه عليله من الصباح قايمه تعلقي في الصوره دي؟ يا امي هحكي لك لما اجي راجعه. ده شنو ده؟ موعد الترحيل لسه ما جات. يا امي هاخد ركشه، الجامعه قريبه وبعدين انا ماشيه بدري عشان اصبح. تصبحي؟ تصبحي على منو؟ الجامعه هسه فاضيه. على الماليها. يا أول خطاوينا محل ما مشينا ما بننساك، كنت دايراك قريبة عشان لما أشتاق لك أجيك. لكن يا سعاد يا بنتي بعد جبرت خاطري وجيتي معاي بجبر خاطري برجع معاك، بس خليني أشم نفسي واملى عيني بعد دزات الرجلين بغلبن التعب. يا أمي قدر ما دايرة تقعدي بقعد معاك، نهال معتصم ما صغار، ووقت ما تقولي براك بنمشي. يلا يا أمي.
يا بنتي الفستان ده لقيته محل ما كنت قاعده مع المرأة الكبيرة امبارح. شكرا شكرا يا عم نصر الدين. شادوا الميت العالي صروح.